الرئيس السيسي يرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار. محتجون يضرمون النار في مكتب للبرلمان العراقي بالبصرة احتجاجاً على مقتل ناشطين. المبعوث الأممي لسوريا يؤكد انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف الاثنين المقبل. الثامنة مساء السادسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية. واعتبر الرئيس السيسي ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها. ثمن أعضاء مجلس النواب إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، وأكد أعضاء مجلس النواب أن وقف إطلاق النار في عموم ليبيا هو انتصار لرؤية وإرادة الرئيس السيسي في ملف الأزمة الليبية، ويتفق مع الرؤية المصرية التي طرحها عبر مبادرة القاهرة للحل السلمي في ليبيا. وأشار النواب إلى أن مصر طالما كانت تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا، وأن يتم حل المسألة بطريقة سياسية دون قتال أو عنف. دعا مجلس النواب الليبي إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة. وقال المجلس في بيان إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويسهم في عودة ضخ النفط، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة. كما أعرب عن تطلعه لوقف للنار يحول سرت مقرا للمجلس الرئاسي الجديد وتأمينها من قوة شرطية من عموم البلاد. أعربت السعودية عن ترحيبها بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر. قالت وكالة رويترز للأنباء إن محتجين أضرموا النار في مكتب للبرلمان العراقي بمدينة البصرة جنوبي البلاد، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم. وتجمع المحتجون للمطالبة بإقالة البرلمان العراقي بعد مقتل ناشطين وإصابة آخرين في 3 هجمات منفصلة شنها مسلحون مجهولون الأسبوع الماضي. قررت السلطات التونسية فرض حظر حركة المواطنين من 5 مساء إلى 5 صباحا اعتبارا من اليوم في بلدتين جنوبي البلاد للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا. وتسعى تونس إلى مواجهة الموجة الثانية للفيروس منذ أن أعادت فتح حدودها في 27 من يونيو الماضي في إطار خطوات لتخفيف الإغلاق وإنعاش الاقتصاد. أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي بشأن بريكزيت ميشيل بارنيه عن خيبة أمله إزاء إحراز تقدم صغير في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة، وذلك بعد انتهاء الجولة 7 من المحادثات بين الطرفين. واتهم بارنيه المملكة المتحدة بإظهار ما وصفه بعدم الاستعداد للتسوية بشأن المجالات ذات الأولوية للتكتل حتى تتم الموافقة على اتفاق تجاري قبل نهاية العام الجاري. قال جير بيدرسون مبعوث الأمم أو الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا إن اللجنة الدستورية المقرر اجتماعها في جنيف الاثنين المقبل تنعقد في ظل أوضاع صعبة للشعب السوري جراء الأزمة الاقتصادية وأثار وباء كورونا. وأضاف بيدرسون في مؤتمر صحفي بجنيف أن اجتماعات اللجنة الدستورية وحدها لن تحل الأزمة السورية، ولكنها يمكن أن تكون بابا نحو عملية سياسية ممتدة وأيضا رسالة للأمل السوريين في المرحلة القادمة. نهاية الموجز، وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال. شكرا لكم على حسن المتابعة.